السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة وصحة وسلام يا رب، وكل عام وانتم بخير. ليلة النصف من شعبان، ربنا يوفق الأولاد اللي في الامتحانات ويوفقنا وكل الخير يحصل للأمة الإسلامية يا رب والعربية كلها. النهاردة هكلمكم على حاجة مفيدة جدا جدا، هي دلوقتي الموسم بتاعها، أنا حبيت إن أنا أجيبها وأعمل عنها فيديو. هي التوت. التوت زي ما احنا شايفينه دوت ليه فوائد عديدة جدا جدا جدا، بالذات يا جماعة نهتم بفاكهة الموسم لأنها بتبقى جاية للموسم نفسه. يعني هي بتقوي المناعة، ليه فوائد كتيرة جدا جدا جدا، بيقوي المناعة، مفيد جدا للطلبة في خلال فترة الامتحانات، بيقوي الذاكرة، بينشط الذاكرة بتاعتهم، بيعالج الروماتيزم، في مضادات أكسدة بكمية فظيعة، بكمية كبيرة جدا جدا. واحنا فهمنا ان المضادات الاكسدة هي بتقاوم الامراض، اللهم احفظنا، الوحشة، وليها فوائد كتيرة جدا، بتقاوم مناعة الجسم، وليه فوائد تانية ان هو للمرضى اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم. هو جميل جدا، احنا عايزين نغير فكرة التسالي. انا جايبة انواع مختلفة، جايبة التوت الازرق والتوت الاحمر والتوت البنفسجي او الاسود والتوت الاخضر. ليه فوائد عديدة جدا، قلنا غني جدا بفيتامين جيم عشان نزلات البرد والاحتقانات والحاجات دي كلها، وفيتامين كي فيه بنسبة عالية جدا جدا جدا، الناس اللي عندهم مشاكل في تجلط الدم وكده. كمان هو بيحافظ على صحة الفم، اللي هو الالتهابات اللثة والالتهابات الموجودة في الفم. كمان بيخفض ضغط الدم، احنا قلنا المرضى اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم يستخدموه على طول، رائع جدا. كمان بيقضي على التهابات ومشاكل المسالك البولية. أهم حاجة في الموسم أو في الفترة دي، بيحسن القدرة العقلية للإنسان، بيزيد من قدرة استيعابه، بيخلي المخ يبقى مستوعب أكتر، الذاكرة تنشط، يعني ما يبقاش بينسى كده، بيساعد الأولاد في فترة الامتحانات وبيساعدنا احنا كمان، بيساعد على الهضم. كمان الناس اللي بتعاني من مشاكل السكر، بيقلل السكر في الدم. هو ليه فوائد عديدة جدا جدا جدا، أنا حبيت أجيبه وأوضحه لكم عشان تعرفوا فوائده. يا رب الفيديو يعجبكم، ولايك لو عجبكم، وشير للفيديو عشان الكل يستفيد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.